يقول السائل: إذا كانت الصلاة خلف المقام لها فضل مع مرور النساء والرجال بين يدي، فهل أصلي في مكان في الحرم بعيدا عن النساء؟ وما هو الضابط في الصلاة خلف المقام؟ الضابط في الصلاة خلف المقام أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة وتصلي. إذا تيسر لك مكان ولا فيه زحام ولا نساء هذا أفضل. واتخذوا، قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف جعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتي الطواف. أما إذا كان فيه زحام وفيه نساء ابتعد وصل في جانب من جوانب الحرم في مكان تطمئن فيه لصلاتك ولا يحصل شيء من الفتنة. نعم.